كانت مشاعر جميلة بين الأول والأخير الخامس وبين الرابع والثاني. الشباب باركوا، معوضين عبد المجيد، معوضين، الأمور زينة. ناخذ الآن اتصال، ناخذ اتصال يا شباب، ناخذ اتصال من الإدارة لإعلان المدير لهذا للمدرسة. اتصال من الإدارة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هدوء يا شباب، يعطيكم العافية جميعا. احنا في خلال أسبوع تولينا مهمة جدا صعبة، واليوم احنا نعلن مهمة جدا أصعب، وهي انتقال أحدكم كمشرف إلى منصب مدير المدرسة باء. وهذه أكيد مسؤولية ما هي سهلة، وأكيد ما هي سهلة أيضا على الطلاب أنهم رشحوا بكل حب مدير هم اختاروا بنفسهم وللأمانة باكتساح بتصويت الجمهور وأيضا تصويت الطلاب. المدير أنتوا اخترتوه، والمشرف اللي بيحل محله أكيد هو إن شاء الله بيكون قد المهمة. أنا ما بطول عليكم لأنه فعلا مسؤولية المدرسة كانت مسؤولية صعبة خلال هذا الأسبوع، أننا نتولاها من خارج محيط المدرسة، واليوم بيتولاها داخل محيطها، وبيبدأ مهامها بكرة من مكتب الإدارة الأستاذ عمر بن السيد. دقيقة يا شباب، تراني عاصي بن عاصم من الحين. بالتوفيق. تراني عاصي. مبروك. مع السلامة. تستاهل ابو علي، تستاهل ابو علي، تستاهل ابو علي، حبيب قلبي. الله يعطيك العافية. هدوء يا شباب، هدوء هدوء. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. مبروك لل عمر بن السيد. تعال تعال بنفسي. مبروك الإدارة. تعال 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 تعال. هذا دليل على حب حب الطلاب أستاذ عمر. دقيقة نسمع كلمة مديرنا. هدوء يا شباب. محمد محمد امسك تكفى امسك. يا شباب هدوء، يا شباب هدوء. الله يبارك فيك يا حبيبي. هذه دليل على يا عبد الرحمن. تعال رايد، تعال فهد. يا شباب نهدى، يا شباب نهدى. نبارك لعمر بن السيد حصوله على مدير المدرسة. الله يبارك فيه. ومشاعر الشباب دليل على ما زرعها عمر فيهم من حب، وهذه المشاعر الجميلة. عمر ما راح بعيد، هو مديرنا، هو هو الكل في الكل الآن في المدرسة، ويستاهل عمر هذا. الله يطول عمرك.